بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع لقاء متجدد مع مادة اللغة العربية وفرع جديد من فروع اللغة ألا وهو النصوص، يقدمه لكم الأستاذ عبد الغني محمد عبد الغني معلم أول لغة عربية بالمنصورة. في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن يميز الخصائص الأسلوبية للشاعر، أن يحدد مواطن الجمال فيما يستمع إليه، وأن يجيد قراءة النص قراءة جهرية صحيحة. إذن نواتج التعلم المستهدفة من هذا الدرس هذه: الأول عزيزي الطالب، كنا دائماً نقول كيفية التعامل مع النص المتحرر. قلنا هناك فرق كبير بين فهم النص المقروء وتذوق النص المقروء. الاستراتيجية المستخدمة لقراءة النص المتحرر: البداية أن تقرأ عنوان النص لكي تعرف إلى أي عصر ينتمي. هنحدد العصر الذي ينتمي إليه الشاعر من خلال العصر، هنعرف ملامح البيئة، هنتعرف على سمات الأسلوب، سوف نتعرف أيضا على الألفاظ والعبارات المستخدمة وفقا لهذا الشاعر وهذه البيئة. النص اللي معانا اليوم يسمى العفو مأمول. مناسبة النص: لما ظهر الإسلام أسلم بجير أخو كعب، كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، وهو شاعر من الشعراء المخضرمين. أدرك الإسلام هو وأخوه بجير، فهجا كعب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بإسلام أخيه، فلما علم الرسول بذلك أهدر دمه، فخشى عليه بجير ونصحه بالتوبة، فجاء إلى المدينة وتوسل بالرسول ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بلميته المشهورة التي في مطلعها بانت سعاد، فقلبي اليوم مبتول متيم إثرها لم يجزى مكبول. النص الذي بين أيدينا الآن يبدأ بتلك الأبيات. إذن عرفنا الآن مناسبة النص. النص أعزائي الطلاب، بالداية تعلمنا أن النص في العصر الإسلامي كعب ابن زهير من الشعراء المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام. إذن نتذكر معا سمات العصر الإسلامي. ثم أقرأ النص قراءة جهرية معبرة. يقول الشاعر: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت آمله: لا ألفينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، وقد كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. بعد قراءة النص عزيز الطالب، عليك أولا
أن تتعرف على الأفكار والفكر الجزئية، أن تتعرف على الفكر الجزئية من خلال فهم اللغويات. أمست سعاد في مطلع القصيدة يؤكد الشاعر أن سعادة قد بدأت في مكان بعيد. هذه المكانة هي مكانة نفسية قبل أن تكون مكانية، يبقى البعد عندي نفسي. وقد أمست وصارت بأرض لا يتصل إليها إلا النوق القوية السريعة. إذن هو يتحدث عن المكان التي ذابت إليه إيه؟ محبوبتي سعاد. يبقى تحتاج هذه الرحلة إلى ناقة شديدة قوية لا تصاب بالإعياء. ثم ذكر بعد ذلك قصته مع الوشاة، فيقول أن الوشاة أوقعوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أن تخلى عن الأخلاء والأصدقاء، ووجد في دعوته هذه نوع من أنواع الحزن والشفقة على حاله. فيقول بعد أن أفاق إلى رشده: كل إنسان يوما وحتما سيموت وسيحمل على آلة حدباء. من خلال هذه الأبيات سوف نستعرض معا أهم الأسئلة التي تتوافق مع نواتج التعلم بنظام معايير التقويم الجديدة. السؤال الأول: حدد معنى عذافرة في قوله ولن يبلغها إلا عذافرة. قبل أن أنظر إلى البدائل عزيز الطالب، عليك أولا أن تسترجع معي استراتيجية فهم اللغويات. قلنا قبل ذلك فهم النص المقروء، كيفية فهم المعنى داخل السياق من خلال إما فهم الكلمة من داخل السياق، أفهم معنى السياق الجملة وأوصل للمعنى القريب، أو من خلال التوقع. فيتحدث إلى أرض، تجد كلمة بعض الكلمات المفتاحية أرض، يعني أرض فيها مسافة فيها بعد، لن تصل إليها إلا من خلال ناقة سريعة. أيضا جاء في البيت الثاني وقال لن تصل إليها إلا عزافرة، يعني إذن الناقة دي هتكون سريعة وهتكون إيه؟ تتحمل، مكتوب تحته التعب والإرهاق. يبقى الناقة تتحمل التعب والإرهاق، يبقى ماذا نحتاج من ناقة تتحمل التعب والإرهاق؟ أن تكون ناقة سريعة ولا نحيفة ولا شديدة؟ بالطبع تقول لي ناقة شديدة، لأنها تتحمل التعب والإرهاق، نحتاج إلى ناقة شديدة، أكون الإجابة رقم ج. من خلال مفاتيح السياق ومن خلال الكلمات ومن خلال التوقع أستطيع أن أصل إلى معنى الكلمة. السؤال التالي من أسئلة فهم النص المقروء: حدد الفكرة الرئيسة للبيتين الأولين. أمست سعاد بأرض، نقول عدم الاهتمام بالبشاة فالقدر محتوم، ولا بعد محبوبتها عن، ولا أمل في عفو الرسول، ولا حب وهجر. ننظر إلى البدائل. أمست سعاد يتحدث عن سعاد وهي اسم فتاة، يبقى هنبعد نستبعد أملي في عفو الرسول، يبقى أنه يتحدث عن فتاة تعيش في أرض بعيدة، هذه الأرض لن تصل إليها إلا من خلال ناقة سريعة قوية. يبقى هنستبعد السؤال من سؤال نستبعد رقم جيم. طيب هو يتحدث عن محبوبته في أرض بعيدة، إذن كذلك كلمة الوشاة يتم استبعاد هذا الاختيار.
يبقى ينصب الاختيار عندي باء وجيم. هو يتحدث عن البعد، هو حب وهجر، هل في خصام وعتاب؟ يعني بعد المحبوب عنه فيه خصام وعتاب، ولا هو بعد نفسي ومكاني؟ هتقول ده بعد نفسي ومكاني، يبقى اذا انا بتكلم عن البعد، المسافه القويه اللي انا اصل اليها، يبقى الاجابه الاقرب لي هتكون رقم باء. لاحظ كيفيه اختيار الاجابه، احدد الفكره الرئيسه من خلال الجزء الخاص اللي امامي، بحدد الفكره الرئيسيه جمله مختصره مفيده مجمعه من افكار جزئيه، يبقى بجمع الافكار الجزئيه ومن خلال الافكار دي بتضم الجمله تشمل هذه الافكار والفكر الجزئيه، يبقى تشمل الفكر الايه الجزئيه. كيفيه التعامل مع نواتج التعلم مهم جدا. انا بتعلم نمط اجابه السؤال ولا اقوم بعمليه الحفظ والتلقين. تمام عزيزي الطالب، السؤال التالي، حدد علاقة البيت الثاني بما قبل. درسنا قبل ذلك وقلنا العلاقات، العلاقات الضمنية بين الجمل. العلاقة عندي إيه؟ قلنا إما أن تكون علاقة تعليل أو علاقة نتيجة أو تفسير أو ترادف. قلنا قبل ذلك النتيجة الجملة الأولى سبب في حدوث الجملة الثانية. طب التعليل الجملة الثانية السبب. طب التعليل قلنا تجد كلمة كي لكي حتى ونسأل عنها بلماذا. لو سألت بلماذا والإجابة عندي طلعت واضحة وصريحة يبقى إذن دي تعليل. النتيجة قلنا قبل ذلك جواب شرط أو جواب طلب، جملة طلبية. التفسير بيوضح المعنى. الترادف قلنا في حاتم الطائي مع أبنائي الجود والكرم، يبقى هنا في ترادف المعنى واحد. طيب أمست سعاد، سعاد في أرض بعيدة لا يبلغها إلا النوق السريعة القوية. طيب وهذه النوق السريعة لابد أن تتحمل التعب والمشقة. إذن العلاقة هنا عندي هتكون بالطبع البيت الأول يتوافق في المعنى مع البيت الثاني. بنسمي ده إيه؟ هنسميه ترادف. يبقى الإجابة هي دال ترادف. نمط جديد من أنماط الأسئلة، وافق الشاعر منهج بناء القصيدة الجاهلية. وضح قبل أن أجيب على هذا السؤال، قبل أن أجيب على هذا السؤال عليك أولا عزيزي الطالب تتذكر معي منهج بناء القصيدة. تبدأ القصيدة الجاهلية بماذا؟ نعم بالوقوف على الأطلال، المقدمة الطلالية أو الغزل وصف المحبوبة، ثم بعد ذلك يتحدث الشاعر عن وصف الرحلة أو الناقة أو وصف الطبيعة، ثم يأتي الغرض الرئيس من القصيدة سواء مدح، فخر، رجاء، اعتذار، ويختم القصيدة بحكمة. تحدثنا في نص السموأل وقلنا أن السموأل قد خالف منهج بناء القصيدة الجاهلية من خلال البدء بحكمة، وقلنا ده براعة استهلال قبل أن يدخل في عرض الدلائل والأدلة التي بين يديه للرد على من رفضت خطبته. ولكن هنا عزيز الطالب الشاعر يتحدث عن فتاة سعاد، ذكر وذكر نصا وصراحة لفظ فتاة وهي سعاد، أنها وجدت بأرض بعيدة قوية. سعاد هي محبوبته، يبقى يتحدث عن محبوبة، يتحدث عن فتاة ذهبت إلى مكان بعيد. طب لو ذكرت كلمة فتاة هتقول بالطبع ليس بفخر، لأنه عنده
رحلة ويريد أن يذهب إلى محبوبته فيها إلى في محبوبته في هذا المكان. يبقى هنحذف الفخر. ثم أنه لا يمدح. قد يتوهم البعض أنه وصف، الوصف هو ذكر الأماكن، يعني ذكر وصف المكان ودل عليه بألفاظ تدل على هذا المكان. إذن الإجابة هتكون دال وهي الغزل، وهنا وافق الشاعر منهج بناء القصيدة في البدء بالإيه؟ بالغزل. سؤال من أسئلة التذوق النص المقروء. حدد الغرض الشعري الذي يمثله البيت الأخير. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ذكرنا البيت هذا، ذكرنا البيت هذا في الفن النثري للعصر الجاهلي. قلنا عندنا هذا مضرب للحكم، هذا مضرب للحكمة. كيف ذلك؟ الحكمة قد تكون جملة أو بيت شعر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، أي كل إنسان مهما طال به الزمن يوما سيحمل على محفة وسيدفن ويموت. إذن ليس هنا بوصف، لم يأتي بكلمات تدل على الوصف ولا المدح، ولكن هنا حكمة. يبقى الغرض الشعري من هذا البيت نفهمه من خلال الألفاظ والعبارات، ونفهم من خلال دلالة الألفاظ ومعناه. فقال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. لو أنت حضرتك شرحت الكلام هتجد الكلام فيه ببساطة، وهي خلاصة تجارب حياة أو موقف لإنسان، هذه الجملة تكون حكمة. السؤال عندي سهل وبسيط. السؤال التالي، يقول زهير ابن أبي سلمى، وهو والد، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. فيما اتفق واختلف هذا البيت مع البيت السادس؟ رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. البيت هذا مع البيت الأخير اللي هو البيت السادس، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ستجد أن هذا البيت يتفق ويختلف مع الشاعر في بعض الألفاظ. ننظر إلى البدائل. زهير يخاف الموت، والشاعر هنا كعب يتمنى الموت، ولكلاهما يدرك حقيقة الموت، ولا بنقول كعب يؤمن بالقضاء المحتوم أما زهير فلا، كلاهما مشغولان يتمتع بالحياة. هتقول لي الإجابة عندي بالطبع، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب. إذن الإجابة عندي هتكون كلاهما يدرك حقيقة الموت، تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. يبقى إذن ومن تخطئ يعمر فيهرم، كلاهما يدرك أن الموت سيصيب الجميع. وهذا البيت المشار لزهير ابن أبي سلمى لم يزل أهل العلم يذكرونه في كتبهم ويستشهدون به من خلال أنه يضرب به الحكمة، وهي تقدير من الله عز وجل
أن الملايا تصيب الناس من غير تقدير، والله له في حكمته شؤون. يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. تنازعت عاطفتان للشاعر متضاربتان وضحهما. هنا عاطفة في البيت الأول هي عاطفة اليقين، وهل في البيت الثاني عاطفة الخوف؟ أم البيت الأول عاطفة الخوف والبيت الثاني عاطفة اليقين؟ أم البيت الأول عاطفة الشك والبيت الثاني عاطفة الخوف؟ أم البيت الأول عاطفة اليقين والبيت الثاني عاطفة الشك؟ لاحظ البيت يقول يسعى الوشاة بجنبيه. هنا وشاة، إذن عندنا في عندي بالنسبة للشاعر في عندي خوف. لماذا؟ لأن الشاعر وصلت إليه الكلمات من خلال بعض الوشاة الذين يحيطون به، فعندما وصل إليه هذا الكلام واستنجد بأخلائه ولم ينجدوا، فأيقن أن كل شيء بيد الله، فقال فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر كل ما شاء الرحمن مفعول. وكلمة ما قدر الرحمن ستجد أن هذه الألفاظ هي ألفاظ تتوافق مع روح الإسلام، فكلمة فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، لا شأن لكم بي، فكل شيء بيد الله. الإجابة تكون الخوف، لأن وصل إليه كلام لم يكن فيه صدق المعنى، ثم بعد ذلك جاء إليه اليقين الذاتي. حدد اللون البياني، سؤال مهم جدا من أسئلة التذوق. حدد اللون البياني، كل ابن أنثى. لاحظ عزيز الطالب، لو قال لي لون بياني هحذف كلمة سجع، يعني الإجابة جيم تحذف. إذن عندي الألوان البيانية كناية وتشبيه واستعارة، لأن السجع خاص بعلم البديع. كل ابن أنثى، هل هناك تشبيه يعني شبه أو عقد مقارنة بين شيئين في صفة أو أكثر؟ بالطبع لا. يعني لو قلت شبه ابن أنثى بماذا؟ طيب هل هناك تشبيه بليغ حذف أحد طرفي؟ يعني لم يذكر هناك تشبيه، إذن ليس هناك استعارة. طب الكناية، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، قد يكون هذا اللفظ بمعناه الحقيقي وقد يكون بمعناه المجازي. كل ابن أنثى، من هو ابن أنثى؟ بالطبع أسمع الإجابة، يقول الطالب الإنسان. كل ابن أنثى المراد به كلمة الإنسان. يبقى هنا اللون البياني كناية، كل ابن أنثى المقصود بمين؟ الإنسان، وده المعنى الإيه؟ الحقيقي. لو قلت احمر وجه الفتاة، فكلمة هنا احمر وجه الفتاة، هل معناه يدل على الحياء أم يدل على الإحمرار الحقيقي؟ يبقى إذن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز أن يكون بمعناه الأصل. تمام يا شباب؟ يبقى ده معنى الإيه؟ الكناية. وببساطة شديدة جدا، لو ما درسناش حتى الكناية قلنا التشبيه ليس في الجملة تشبيه ولا يوجد فيها استعارة إيه؟ تصريحية. المحسن البديع، بلغها وتبغيله. يبلغها وتبغيله، هل هنا في
توافق بين لفظين واختلف معناه، ننظر إلى البدائل. البديل الأول بيقول لي إيه؟ طباق، يعني الكلمة مضاد للكلمة. طيب ما تيجي عزيز الطالب الأول، هيا بنا نتعرف على معنى الكلمة. يبلغها أي يصل إليها، والتبغيل صفة من صفات الناقة أن تكون فيها توسيع الخطوة، أي تسير سيرا سريعا. إذن المعنى مختلف، ليس هناك طباق. طيب سجع، السجع في النسر فقط، يبقى أنا هحذف السجع، يبقى أنا عندي بديل محذوف وهو السجع. مراعاة النظير بالطبع، توافق بين الكلمة والكلمة متفقين مع بعض، مرتبطين معا. طب احنا قلنا الجناس كلمة متفقة مع كلمة والمعنى مختلف، انظر لعدد الأحرف. تبغيل يبلغها بتوافقه في الحروف، إذن الإجابة هتكون جناس. لا أبى لكم. الأساليب مهم جدا نعرف الأساليب. أسلوب قصر بصور الخمسة، لو إلا، إنما، تعريف الطرفين، النفي والاستثناء، لو بل ولكن. الأسلوب الإنشائي سواء طلبي أو غير طلبي، أمر، نهي، استفهام، تمني، ترجي، نداء، مدح وذم وقسم. أسلوب الخبري، وجدت إن أو قد. طب الخبر لفظا إنشائي معنى، معناه الدعاء، معناه الإيه؟ الدعاء. لا أبى لكم يعني إيه؟ لا أبى لكم، لا أبى لكم هنا دعاء بمعنى فقد الأب، فقد الإيه؟ الأب. لا أبى لكم، ليس لديكم أب، يبقى هنا ليس بنداء ولا باستفهام، يبقى الجملة عندي جملة دعائية، يبقى خبري لفظا إنشائي معنى. استنتج من الأبيات سمة من سمات الأسلوبية للشاعر. قبل أن أجيب على هذا السؤال، الشاعر ينتمي لأي عصر؟ العصر صدر الإسلام. الوحدة الثانية بتتحدث عن عصر صدر الإيه؟ الإسلام. طيب صدر الإسلام يتميز بسمات الأسلوبية للشاعر، قلة الصور الخيالية لحاجة الموقف إلى الإقناع العقلي، كثرة المحسنات البدائية المتكلفة، عدم وضوح الموسيقى، البيت الأول عاطفة اليقين والبيت الثاني عاطفة الشك. الاستنتاج هتقول لي بأنه يتناسب مع البيئة، هتقول لي قلة الصور الايه الخيالية، لأنه محتاج إقناع عقلي لكي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يقول كعب كل وقال كل خليل كنت آمله، لا ألفينك إني عنك مشغول. في الآية والبيت ما يظهر ملمحا من ملامح النفس البشرية. كيد الإنسان لأخيه الإنسان، حب الصالحين بعضهم لبعض، الخوف من الموت، هجر الرفاق عند الشدة. طبعا الأخلاء وهم الأصدقاء والرفاق في حالة الموقف الشديد
إلا المؤمنين. نجد أنهم قد يحدث عملية هجر كما حدث مع الشاعر عندما قال: وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول. كل صديق تخلى عنه في وقت محنته، يبقى إذن ليس هناك بكي ولا بحب ولا بخوف من الموت، ولكنه هجر الرفاق عند الشدة. يظهر في القصيدة شيوع ألفاظ إسلامية تدل على التأثر بالقرآن الكريم. حدد البيت الذي يعبر عن ذلك المعنى. سؤال مهم جدا جدا جدا. هل البيت الثالث أم الرابع أم الخامس أم السادس؟ لاحظ يتوافق مع ألفاظ إسلامية، أكيد هيكون في لفظ إسلامي، لفظ قرآني. البيت الثالث: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. نعم بالطبع، الوشاة جنبيها لا توجد أي لفظة من الألفاظ لتتفق مع روح الإسلام. والبيت الرابع أيضا. لاحظ في البيت الخامس: ما قدر الرحمن، ما قدر الرحمن، لفظة تدل على التأثر بالقرآن الكريم وبروح الإيه؟ الإسلام. يبقى هو البيت يا شباب البيت الخامس وليس الرابع، الخامس. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. العاطفة، عاطفة الشاعر هنا في الأبيات. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. لاحظ وتأمل مع عزيز الطالب أن الشاعر أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعده بالقتل، ولكنه يعلم علم اليقين أن العفو والتسامح مرجو عند رسول الله. لذلك نجد أن الشاعر توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الأمن والأمان كما جاء في القرآن من مواعيد وتفصيل وسعت كل أمور الحياة. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوسل إليك ألا تأخذ بأقوال الوشاة مهما كثر عني الأقاويل. ثم أنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول نور يضيء ظلمات الجهل في هذه الدنيا، فهو سيف من سيوف الهند يقضي على كل أنواع الشرك. عاطفة الشاعر في الأبيات من خلال الألفاظ ليس بهجاء بل رجاء. طيب الجزء الأخير في نوع من أنواع اللي هو الشاعر يمدح. طب لفظ يمدح هنا ليست موجودة، يبقى الإجابة هتكون الخوف والرجاء ويتمنى العفو. حدد الغرض الشعري الذي تناولته الأبيات. الغرض الشعر الذي تناولته الأبيات التي أمامك الآن عزيز الطالب، فهو يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العفو والمسامحة. فهذا يتفق مع
المدح في الطبع وليس الهجاء، لأنه يرجو العفو. النص هو نص فيه عفو وفيه طلب التسامح، فليس بهجاء أو بوصف أو حماس، لأنه لا يدعو للحرب ولا القتال. طيب، وقلنا إن من سمات العصر صدر الإسلام هناك بعض الأغراض الشرعية التي اندثرت، يعني اندثرت اختفت، مثل الهجاء. يبقى الهجاء ليس من الأغراض الشرعية في العصر الإيه؟ الإسلامي. يبقى هحذف الهجاء. طيب، السؤال التالي، الإجابة عندي المدح. اللون البياني يستضاء به، لاحظ مع عزيز الطالب كلمة يستضاء به. أولا هذه جملة، قلنا أول حاجة هنعملها، أول شيء هنحذف ساجع، يبقى نحذف ساجع من البدائل. نحذف ساجع منين؟ من البدائل. لماذا؟ لأن الساجع ليس بلون بياني ولكنه محسن بديع. طيب، يستضاء به، يستضاء به، شبه الرسول بمصباح، شبه الرسول بمصباح يهتدي به الناس في الظلام. طيب، هل دل على ذلك في التشبيه؟ أنا عندي مشبه ومشبه به، يستضاء به المقصود به الرسول، يبقى عندي المشبه موجود. طب المشبه به، مشبه به أيضا تمام محذوف، يبقى عندي صح خطأ، يبقى استعارة مكنية. يبقى عزيز الطالب صح، صح مشبه، ومشبه به تشبيه، صح خطأ استعارة مكنية، خطأ صح استعارة تصريحية. نقول تاني، صح صح تشبيه، صح خطأ استعارة مكنية، خطأ صح استعارة تصريحية. تمام، تمام. إلى هنا نكون قد تطرقنا إلى الكثير من نواتج التعلم الخاصة بالنص. نص متحرر أيضا عزيز الطالب يتوافق مع العفو مأمول من العصر صدر الإسلام. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق حقا شرها البدع عفة، ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم الطمع، أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما وني نصرهم عنه وما نزعوا. الشاعر حسان بن ثابت يمدح الصحابة، وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدد مما يلي الغرض الشعري الذي تناولته الأبيات. ينتمي هذا العصر للعصر صدر الإسلام، يبقى الأغراض الشعرية اللي عندي: واحد، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين، مدح الصحابة، ثلاثة، الدعوة للفتوحات والغزوات. إذن أستبعد الهجاء، قلنا نستبعد ليه الهجاء؟ لماذا عزيز الطالب؟ لأنه ليس بغرض شعري من أغراض عصر صدر الإسلام. والوصف كذلك، الوصف تمام. هل في حماسة أم مدح؟ قوم إذا حاربوا، وبيتحدث عن أخلاق وصفات الصحابة، والألفاظ سهلة
وبسيطة وبيعلي من قدره. يبقى إذن هنا مدح، والمدح يكون للغير. يبقى بمدح غير. لو تحدثت عن نفسي هذا فخر، أما غيري فهذا مدح. تمام؟ ميز مما يلي معنى كلمة سجية في موضعها وسياقها. السجية من معجمك اللغوي ستجد أن معنى السجية هي الفطرة، أو بالطبع سجية. انظر إلى مفاتيح السياق. سجية غير محدثة. محدثة أي غير مصطنعة. ما هو الشيء المصطنع؟ ما الذي يقابل الشيء المصطنع؟ هتقول لي بالطبع يقابل الشيء المصطنع الشيء الطبيعي، نصفتهم وأخلاقهم، نصفاتهم وأخلاقهم غير مصطنعة، أي على فطرتها. ومعنى فطرتها أي على طبيعتها. يبقى الإجابة تكون ألف. استنتج الصفة التي أراد الشاعر أن يثبتها في البيت الأول. يثبت إيه؟ قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. هل بيتحدث عن منزلة الصحابة؟ ولا طاعة الصحابة؟ ولا قوة الصحابة؟ ولا تقوى الصحابة؟ بالطبع تقول لي بيتحدث عن القوة، لأن كلمة الحرب أتى بكلمة الحرب، حاربوا عدوه. إذن اللفظ الأقوى هي كلمة الحرب. أيضا استنتج العلاقة بين شطري البيت الأول. لاحظ معي العلاقة، ترادف مقابل تعليل نتيجة. شرحنا الترادف والتعليل والمقابلة والنتيجة. قلنا الترادف يكون بمعنى الترادف، معنى الكلمة، معناها الكلمة، اتفاق الكلمة والكلمة في المعنى. والمقابلة اختلاف بقى، يكون عندي في اختلاف. إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع. الضر مضاد النفع، والعدو مضاد الصديق. يبقى أنا عندي بين جملة وجملة أو تركيب وتركيب. يبقى الإجابة عندي هتكون، أحسنت عزيز الطالب، مقابلة. وضح أثر الإسلام على اختيار الألفاظ في القصيدة. السؤال مهم جدا. يبقى لو العصر صدر الإسلام، الأثر هتكون الألفاظ تتفق مع روح الإسلام، اللي هي روح الإيه؟ تتفق مع روح الإسلام والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. مالت الألفاظ إلى الغموض، ولا إلى الوضوح والعزوبة، ولا إلى التعقيد اللفظي، ولا إلى الجمود؟ تجد أن الغموض والجمود بمعنى واحد، وكذلك التعقيد. يبقى بسهولة جدا هتقول ده الألفاظ واضحة وسهلة وبسيطة وفيها عذوبة، أي فيها توافق. تمام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، مع وعد بلقاء آخر. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، كان يقدم لكم هذه الحلقة الأستاذ عبد الغني محمد عبد الغني، معلم أول لغة عربية المنصورة. لكم مني ألف تحية، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.